وفجأة ظهر له مارد جبار يسبح في الأنهار. بقولك إيه؟ مش جاي لي نوم، أنا جعان جعان. حالا يا مولاي. زمردة بتطبخ بسمنة الهانم، أم طاقية صفرة بترميلتها وريحتها وطعم أحلى زبدة صفرة في مصر، غيرت القصة خالص. وظهر له المارد الجبار مصروع مولاي جلاشة. أنا بقى أحكي لك المارد هيعمل إيه. الهانم قصة تانية خالص.